من الرباط كنتلقاو في عدد جديد من برنامجكم الثقافي دوزيام ماك في تغطية خاصة لبينا للرباط اللي كيتنظم حاليا تحت عنوان لحظة قبل الكون. غادي نزوروا أبرز المعارض ونتلقاو مع بعض الفنانين التشكيليين المشاركين في العدد. كذلك السينما غادي نزوروا المخرج المغربي سهيل بن مركة باش نتكلموا معاه على فيلم جديد من رمل ونار، إنتاج ضخم كيفتح صفحة تاريخية منسية حول شخصية مثيرة للجدل، الرحالة الجاسوس علي باي. في العدد كذلك المسرح نقترح عليكم تحضروا معنا لعرض مسرحية النمس ونتلقوا مع فريق العمل وعلى رأسهم المخرج أمين نسور. ألف الكوريغرافي غادي نحضروا لعرض بويز دونت كراي لإغذي كوبي وفيصل هملات على الخشبة، مجموعة من الفنانين الكوريغرافيين المغاربة والأجانب، ونختموا العدد مع المغنية السورية فيا يونان. دوزيام ماك مساء يوم 2، كونوا في الموعد.